السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الأعزاء. هنشوف بالفيديو مع بعض لحظة احتراق سوق الدهان. التهمت النيران فجر اليوم 150 محلا تجاريا لبيع الهدايا والألعاب والإكسسوارات في سوق الدهان وسط المدينة القديمة في محافظة كربلاء. وقال أصحاب المحال التي تعرضت إلى الحرق أن الحريق بدأ اليوم عند الساعة 3 فجرا، وامتدت النيران إلى كل مساحة السوق التي تصل إلى 1000 متر تقريبا، واحترق السوق بالكامل بأزقته الثلاثة، ولم يسلم أي محل من الحريق أو الضرر. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويعتقد أصحاب المحال المتضررة أن سبب الحريق قد يكون تماسا كهربائيا، لأن السوق كان مغلقا ولم تسجل أي خسائر بشرية بالحريق، لكن الخسائر المادية كبيرة جدا، وهذه هي المرة الثالثة التي يتعرض بها السوق إلى حوادث الحريق. وأوضحت المديرية أن فرق الدفاع المدني نجحت باحتواء حادث الحريق الذي اندلع في مجمع سوق الدهان الذي يحتوي على أكثر من 150 محلا تجاريا، إضافة إلى احتراق مولدة كهربائية وخزين كبير من وقود الغاز الخاص بتشغيلها. نسأل الله السلامة وأن يعوض على أصحاب المحلات، اللهم آمين.